المسرح بياكل عيش. انا اذا كنت كونت ثروه في حياتي الفنيه فثروتي من المسرح وليست من المسلسلات الدراميه ولا الافلام. انا عملت 23 فيلم وعملت 32 مسلسل وعملت 35 مسرحيه. المسرح ما بيكسبش، لكن لا ماديا بيكفيك كاجر ممثل، بيكفيك بيبقى 60 مليون جنيه يا راجل. يا ريت والله. ازاي انت في ناس فاهمه غلط، بس عشان في حوار عايز اصححه بالنسبه ان انا معاك. لما بتكلم على الضرايب بتاعت المسرح ما بتكلمش على ضرايب الفنان اللي لازم يقوم بدوره ويسدد ضرايبه، بنسدد ضرايبنا. انا بتكلم عن الضريبه اللي مفروضه على المواطن عشان يخش مسرح. ازاي انت دوله بتؤمن بالثقافه وتؤمن بدور الفن وتخلي المسرح تذكرته اللي بيتحملها المواطن ضريبه ايه؟ 10% ضريبه ملاية و5% قيمه مضافه و10% مفروضه من المنتج بيحملها على التذكره عن كل العقود اللي بيعملها لإنشاء المسرحية. فتبص تلاقي 27% المواطن هو اللي بيدفعها، اللي هو بيشتري بيشتري التذكرة هو اللي بيدفعها. لو الدولة بتشجع الفن بجد وعايزة تشجع الفن الجاد، اوجد لي قانون اللي يقدم مسرح جاد وزارة الثقافة تستطيع انها تقول الضرائب تلغى. لو الضرائب اتلغت وخليت التذاكر بسعرها بقى انا مجرم وبسطات في المايه العكره. يعني يمكن تقليل اسعار تذاكر المسرح طبعا لو الحكومه محتاجين. تفاهمت في هذه الدرجه. انا بعمل والله بعمل خصم على مسؤوليتي الخاصه كممثل. بعمل خصم لبعض طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات، انا بعمل لهم خصم او بعمل لهم كمان تذاكر فريه على حسابي، لان في منتج، المنتج ده ما يتمسش معك. فانا بقول ان الدوله محتاجه، اذا كنت مؤمنه بالثقافه والفن انها تبني، فلا يصح ان انا كمان ما الخشب غلي والبيوت غليت والقماش غلي والاجور غليت. خلي وزير الماليه يسمعك. يا ريت. قول لي عائله ونيس ممكن ترجع تاني؟ ستصبح صوره غريبه على مجتمع لا يفهمها. محمد صبحي ليه نجاحه في المسرح اكتر من نجاحه في السينما؟ لان المسرح حضني والسينما ادتني ظهرها. انا لم افشل في السينما بالمناسبه. انا كل افلامي اللي عملتها ما فيش فيلم فشل. 23 فيلم من انجح الافلام اللي عملتها. في افلام بحبها اكتر من افلام، في افلام جامده، ولكن عندما تحولت السينما بالنسبه لي لمقاولات واستغلال اسمي واخد فلوس اعتزلت السينما مؤقتا. ولكن من ساعه ما اعتزلتها 87 اني وقفت، انا انتظرت ان انا اعمل سينما. يعني بقالك 30 سنه ما عملت سينما؟ بس قلت اللي انا عايز اقوله واوصله من فني اعمله عن طريق الدراما التلفزيونيه والمسرح، لان انا مقدرات المسرح في ايدي والمسلسلات في ايدي ان انا اوجه الرساله اللي انا عايزها. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل دقائق تتبقى من حلقه الليله ونكمل بها الحوار مع ضيفي الكبير فنان محمد صبحي.